السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي مشاهدينا أينما كنتم. ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو فلنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا أعزائي مشاهدينا في هذا الفيديو احضرت لكم فيديو بالصدفة، يعني طبعا كان تحت عنوان العزلة تقتل النجم الدولي الجزائري رياض محرز داخل صفوف السيتي. لذا أعزائي مشاهدينا قبل مواصلة هذا الفيديو والتعرف على هذا الفيديو القصير الذي احضرت لكم في هذا الفيديو، أتمنى أن تضغطوا زر لايك تشجيع على نشر المزيد من الفيديوهات، وأيضا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد. لنلتقي في فيديوهات جديدة إن شاء الله. ايش بدا؟ طبعا يبدو ان ايام النجم الدولي الجزائري رياض محرز اصبحت جد معدودة مع فريق مانشستر سيتي الانجليزي، وهو ما يظهر جليا من خلال ابتعاده عن تشكيلة المدرب الاسباني للسيتي بيب غوارديولا لخمسة مباريات كاملة. ولكن أعزائي مشاهدينا الأمر الأسوأ هو ما يحدث خارج مستطيل الأخضر مع النجم الخضر الأول والذي أصبح تعيسا داخل قلعة السيتي. ونشر الحساب الرسمي أعزائي مشاهدينا للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو لمحرز أمسية يوم الجمعة، وطبعا ظهر في هذا الفيديو رياض محرز وهو يتوجه صوب الملعب التدريبات من غرف تغيير الملابس وحيدا عكس بقية زملائه. طبعا أعزائي مشاهدينا زملائه كانوا يعني جماعة خارجون إلى الميدان للتدريبات، ولكن النجم الدولي الجزائري رياض محرز خرج وحيدا، وطبعا كانت معنوياته جد متدنية وكان حزينا جدا، وطبعا ملامحه كانت ظاهرة كوضوح الشمس أنه كان حزين للغاية مع فريقه وخاصة في تدريبات يوم الجمعة. طبعا أعزائي مشاهدينا نتمنى أن تحل عليه هذه لعنة الدكة وأيضا لعنة بيب غوارديولا والذي أصبح كأداة تعذيب للنجم الدولي الجزائري رياض محرز وكأداة يعني تحطيم لأحلامه ولشغفه، والذي أعزائي المشاهدين أتى من فريق ليستر سيتي والذي كان فيه كالملك، والذي أتى منه أعزائي المشاهدين بصفقة تاريخية اعتبرت أغلى صفقة في نادي مانشستر سيتي وفي تاريخها أعزائي المشاهدين، ولكن أصبحت سكينة الدكة مع بيب غوارديولا. إلى أين هذا التطفل وإلى أين هذا التهميش وإلى أين هذا الظلم لا نعرف لحد الآن. وطبعا أعزائي المشاهدين يبقى الحل الوحيد والأوحد هو خروج رياض محرز من نادي مانشستر سيتي بأسرع وقت ممكن وبأسرع طريقة ممكنة في الميركاتو الصيفي القادم. وطبعا هنالك عروض تتطاول وعروض ضخمة ومكتظة على النجم الدولي الجزائري رياض محرز، نتمنى أن يقبل فريقا واحد على الأقل في الميركاتو الصيفي القادم لكي ينتقم من الأسرع بيب غوارديولا. إذا أعزائي المشاهدين من يوافقني في هذا الرأي الذي صرحت به يضغط لايك، ومن لا يوافق الرأي يضغط ديسلايك لكي أعرف يعني الفئة التي وافقتني والفئة التي رفضت. طبعا أعزائي المشاهدين هنا ينتهي هذا الفيديو، ولكن لا تنسوا كما قلت لكم الضغط على زر لايك تشجيع على نشر المزيد من الفيديوهات، وأيضا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد، ولنلتقي في فيديوهات جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم.